أهلا بكم. ما دلالات الاستعراض العسكري الذي نظمته ميليشيا الحشد في محافظة ديالى ضمن احتفالاتها بالذكرى السابعة لتشكيلها؟ ولماذا تتناقض أفعال الكاظمي الذي ينادي تارة بضرورة حصر السلاح المنفلت والحرص على هيبة الدولة، وتارة أخرى يحظر هذا الاستعراض العسكري والذي كانت الميليشيات بالأمس تهدده شخصيا بقطع أذنيه؟ وكالة رويترز قالت إن الاستعراض يؤكد هيمنة الفصائل العسكرية، حيث شهد الكاظمي وهو محاط بزعماء الميليشيات، بينما تمر المعدات العسكرية بمشاركة طائرات مسيرة إيرانية من طراز سايا تم استيرادها ضمن موازنة تسليح الحشد. نتساءل في هذه الحلقة عن دلالات التوقيت لهذا الاستعراض وتداعيات استمرار انفلات السلاح في العراق والانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات بحق العراقيين، وخاصة أن هناك هجمات بطائرات مسيرة استهدفت منطقة قرب القنصلية الأمريكية في أربيل. وهل سيظل العراق تحت سلطة هذه الميليشيات التي يراها محللون ومراقبون مشروعا تدميريا واستنزافيا للعراق وخيراته لخدمة أجندات إيرانية وأمريكية؟ نشاهد بداية هذا التقرير، كونوا معنا. برعاية حكومية وبحضور رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي، نظمت ميليشيا الحشد استعراضاً عسكرياً في محافظة ديالى ضمن احتفالاتها بالذكرى السابعة لتشكيلها عام 2014. الكاظمي جمع بين تناقضات لا تجتمع إلا في رجل سلم مقدرات بلده بيد العصابات التي تعبث به من دون رادع ولا رقيب، فتلك الميليشيات التي تستعرض قوتها وسلاحها بمباركة الحكومة ورئيسها هي من كانت بالأمس تحاصر المنطقة الخضراء وتهدد الكاظمي بقطع أذنيه. حضور الكاظمي ورعايته استعراض الميليشيات يفضح تصريحاته في السيطرة على السلاح المنفلت والميليشيات وحرصه المزعوم على هيبة الدولة التي لم تعد لها هيبة داخل العراق وخارجه، هو دليل على رضوخه لإيران وأذرعها الميليشياوية في العراق. الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيات الحشد جعلها تتوجس خيفة من أي محاولة لإضعاف نفوذها في العراق، وذلك ما ذكره قيس الخزعلي زعيم ميليشيا العصائب في رسالته إلى من وصفهم بأمة الحشد وجماهيره. إلى جماهير الحشد، إلى أمة الحشد، أن يكونوا على استعداد للدفاع عن حشدهم. في الوقت الذي تستعرض فيه الميليشيات قوتها برعاية الدولة، فإن هجمات بثلاث طائرات مسيرة استهدفت منطقة قرب القنصلية الأمريكية في أربيل، في حين قال رئيس حكومة كردستان العراق مسرور البرزاني إن إدانة الهجمات على أربيل ليست كافية ويجب الرد على تلك الهجمات التخريبية والإرهابية، مما وصفهم بالجماعات الخارجة عن القانون وتضع السيادة وقدرة الحكومة في بغداد تحت طائلة التساؤلات على وفق تعبيره. ومع محاولات الميليشيات إظهار قوتها في كل فرصة تتاح لها، إلا أن ثمة ما يشير إلى انقسامات وخلافات داخل صفوف تلك الميليشيات. برز بمغادرة بعض الميليشيات من المشاركة في الاستعراض العسكري الأخير كميليشيات السرايا وأنصار المرجعية والإمام علي. مهما اختلفت الميليشيات في تبعيتها للحكومة الحالية في بغداد أو لنظام ولاية الفقيه في طهران، فإن العامل المشترك بين تلك القوى المسلحة ومن يقف وراءها من الأحزاب الفاسدة التي تدير العملية السياسية وتدمير العراق ونهب خيراته وإخضاع أهله لسيطرة الاحتلالين الأمريكي والإيراني. مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن تردد قناة الرافدين الفضائية هو 10727 الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايل سات.
إذن مشاهدينا الكرام، برعاية حكومية وبحضور رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي، نظمت ميليشيا الحشد استعراضا عسكريا في محافظة الديالة ضمن احتفالاتها بالذكرى السابعة لتشكيلها عام 2014. نسلط الضوء على هذا الحدث مشاهدينا الكرام، وأرحب بداية بضيوفي الكرام الأستاذ حاتم الفلاحي الباحث بوحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية الرسام، ضيفي في الاستوديو. أهلا وسهلا، حياكم الله. ورحب بي الأستاذ عبد الله سلمان الكاتب والباحث السياسي، ينضم معنا من كوبنهاجن عبر سكايب. مرحبا بك أستاذ. أهلا وسهلا بك وبضيفك الكريم وجمهورك الطيب. أهلا بك أستاذ عبد الله. وأرحب أيضا بضيفي عبر الهاتف من بغداد الصحفي العراقي الأستاذ أحمد الجميلي. أستاذ أحمد مرحبا بك. أنا مرحبا بك، حياك الله. لأبدأ معك أستاذ أحمد الجميلي الصحفي العراقي، يعني ما دلالات التوقيت لهذا الاستعراض العسكري لميليشيات فوق القانون في العراق بحضور رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي؟ نعم، لعل الدلالة الأبرز في استعراض ميليشيات الحشد في ديالى هو فيها لرسائل خارجية. الرسائل الداخلية تتمثل في إثبات وجود هذه الميليشيات على الساحة العراقية ضد خصوم سياسية، وكذلك خصوم من داخل البيت الشيعي إن صح التعبير. فكما تعلم هنالك خلافات كبيرة حتى بين قادة الميليشيات أو ما يطلق عليهم بميليشيات العتبات، وأيضا هنالك خلافات سياسية وخلافات كبيرة بين ميليشيات الحشد المتمثلة بقيادات العصائب وحزب الله وبدر وغيرها من الميليشيات مع رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر. لذلك حاولت هذه الميليشيات من خلال الاستعراض توجيه رسائل من أن الحشد الشعبي باطن ولا توجد، ومن المستحيل أن يتم حل هذه القوات، فهي باقية بحكم فتوى السيد السيستاني. أما الرسائل الخارجية فهي تتمثل بالصراع الأمني الذي مستمر في العراق مع القوات الأمريكية وكذلك مع جهات أجنبية. فكما تعلم ميليشيات الحشد عادة ما تقوم بتوجيه تهديدات ضد التواجد العسكري الأمريكي في العراق، وحتى قبل ساعات من إقامة العرض كان هنالك تهديدات صريحة من قبل قيادات في ميليشيا حزب الله ضد التواجد الأمريكي في العراق، حتى أن الكاظمي وعندما قام بحضور هذا الاستعراض كان يحاول إطفاء جمرة هذا التوتر الذي يتصاعد بين الوجود الأمريكي في العراق وكذلك الوجود الإيراني في العراق. حاول الكاظمي استمالة هذه الميليشيات وإعادة كسب ودهم من أجل الضغط عليهم كي يوقفوا هجمات الكاتيوشا وهجمات الطائرات المسيرة ضد القواعد الأمريكية في المنطقة الخضراء وكذلك في مطار بغداد وقاعدة عين الأسد. لكن كل هذه الجهود باءت بالفشل بدليل ما تعرضت له هذه الميليشيات يوم أمس من قصف بطائرات F-16 و F-15. راح قتل في هذا الهجمات العشرات من عناصر ميليشيات الحشد وجرح آخرون. لذلك الأيام القادمة حبلى بالأحداث، وأتوقع أن هنالك تصعيدا أمنيا كبيرا سيجري في بغداد، ربما هذه الليلة أو ربما غدا، ربما بعض القواعد الأمريكية أو السفارة الأمريكية تتعرض لهجمات بالكاتيوشا. ونحن هنا نلمس في بغداد أن هنالك توترا أمنيا واضحا من خلال نشر المزيد من القوات الأمنية حول المنطقة الخضراء قبل عزم ميليشيات الحشد تشييع 4 من قتلى ميليشيات حزب الله الذين قضوا يوم أمس
بالقصف الأمريكي على الحدود العراقية. شكرا لك أستاذ أحمد الجميلي الصحفي العراقي، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد. أستاذ حاتم الفلاحي الباحث بوحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية راسام، يعني هل فعلا من خلال حضور رئيس الوزراء الحالي هذا الاستعراض لميليشيات هي خارج إطار القانون، هو نوع من الاستمالة أو محاولة الاستمالة لهذه الميليشيات من أجل أن توقف قصفها على القواعد العسكرية أو على القنصلية الأمريكية في العراق، أم كيف تنظر إلى هذا الحضور لاستعراض عسكري لميليشيا يعدها الكثير من المحللين والمراقبين أنها ميليشيا فوق القانون؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لضيفك الكريم ولمشاهدي قناة الرافدين. في البداية دعني أقول بأنه استعراض الحشد الشعبي في هذه الظروف التي يمر فيها العراق، وهذا التصعيد الداخلي والخارجي، الداخلي ما بين الحكومة ما بين هذه الميليشيات، والخارجي مع الولايات المتحدة الأمريكية، أنا أعتقد بأنه يحمل دلالات سياسية وأمنية خطيرة على المشهد العراقي. هذه الدلالات منها داخلية ومنها خارجية. استعراض الحشد الشعبي بهذا العدد الكبير وبهذه القدرات العسكرية هي رسالة واضحة إلى الكاظمي بأن الذي يعمل أن هذا السلاح هو خارج إرادة الدولة، وهذا السلاح تديره إيران رغما عن الحكومة العراقية، وهذا السلاح لن تستطيع الحكومة الموجودة الآن على مواجهته أو السيطرة عليه، وبالتالي سيستمر مسلسل الاغتيالات لقيادات الحراك الشعبي الذي خرج منتفضا على هذه الحكومة وعلى هذه الطبقة السياسية، وسيستمر المشهد على ما هو عليه، لأن هذه الميليشيات لن تقبل بتغيير الواقع العراقي الموجود حاليا، لا هي ولا إيران التي تعتبر الداعم الرئيسي لهذه الميليشيات. على المستوى الخارجي يحمل رسائل متعددة، من هذه الرسائل مثلا إلى الولايات المتحدة الأمريكية بأنه الدولة غير قادرة على السيطرة على هذا السلاح، وبالتالي سيكون هناك تصعيد باتجاه القواعد العسكرية، لأنه الميليشيات الآن تسعى إلى النموذج الأفغاني، أن يكون هناك انسحاب أمريكي كامل من 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 العراق مثل ما جرى في أفغانستان، وبالتالي تتم السيطرة الكاملة لهذه الميليشيات على المشهد العراقي بدعم إيراني كبير جدا. أضف إلى هذا بأنه يحمل رسائل إلى دول الجوار العراقي، وهناك اتهامات صريحة من قبل العربية السعودية، وهناك معلومات مسربة بشكل نستطيع نقول دقيق جدا تشير إلى أنه الكثير من الطائرات المسيرة انطلقت من العراق لضرب بعض الأهداف الاقتصادية الموجودة في السعودية. والدليل على هذا بأنه عندما كان هناك استعراض، عندما استعرضت مديرية الصواريخ، استعرضت بصواريخ أطلق عليها تسمية نمر النمر، وهذه دلالة واضحة على أن هذه التسمية تعود إلى رجل الدين الذي تم إعدامه من قبل العربية السعودية في الفترة الماضية. إذن هي رسالة تهديد بحضور القائد العام للقوات المسلحة التي نستطيع أن نقول تراهن عليه الدول العربية في الفترة الماضية للسيطرة على مثل هذا السلاح، وأن يستطيع أن يفرض الأمن والاستقرار خاصة مع الدول العربية التي ترى بأن هناك تهديد وشيك من العراق باتجاهها. أضف إلى هذا بأنه تصريحات قائد الحشد الشعبي، رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، هي تهديدات أيضا فيها الكثير من التهديد. يعني يقول في إحدى تصريحاته بأن كل دولة تطلق على الحشد الشعبي ميليشيات خارجة عن القانون لن يتم التعامل معها، وكأنه يرسم سياسة الدولة الخارجية ويقول للكاظمي لن نسمح لك بإقامة علاقات لا مع السعودية ولا على مصر ولا مع الأردن، ونحن سنتحكم في المشهد كيفما نريد. إذن نحن نتكلم حقيقة عن هيمنة كاملة لهذا السلاح، ونتكلم عن إمكانيات وقدرات عسكرية لقد لا تتوفر لكثير من القطاعات في الجيش العراقي التي تعتبر هي الوحدات الأصلية التي يستند عليها البلد في الدفاع عن الأخطار الخارجية. إذن هناك إشكال حقيقي، وهذا الإشكال واضح جدا في مسألة حضور الكاظمي إلى هذا الاستعراض. مسألة التوازنات التي يراهن عليها الكاظمي وأنه رجل التوازنات، هذه يعني كذبة كبيرة جدا. هذا الرجل أعطى للميليشيات الحشد الشعبي ما لم يعطيها غيره من رؤساء الوزراء. هذا الرجل قدم الآن شرعية كاملة لهذه الميليشيات التي عاثت في الأرض فسادا في الفترة الماضية، والبلاطة الغربية تشهد على تغييب أبنائهم لحد هذه اللحظة، أكثر من 12 ألف مغيب في هذه المناطق، مناطق كاملة يسيطر عليها هذه
ميليشيات لا يستطيع رئيس الوزراء لا إخراجها منهم ولا السماح لعودة النازحين إلى هذه المناطق. إذن نحن نتكلم عن هيمنة كاملة على القرار السياسي وعلى القرار الأمني وعلى القرار العسكري، والدليل على هذا لقد أجبرت هذه الميليشيات أن تطلق سراح قاسم مصلح في الفترة الماضية، علما بأنه حضور الكاظمي جاء بضغط من إسماعيل قاآني الذي كان في زيارة إلى العراق، وتم ترتيب مسألة الاستعراض العسكري على أن يحضره القائد العام للقوات المسلحة، علما بأن حشد المرجعية وحشد الصدر لم رفضوا حضور هذا الاستعراض. إذن نحن أمام إشكالية كبيرة جدا، يعني عندما تأتي أنت إلى حشد ولا يأتمر بإمرة إيران، ورأينا الكثير من الفيديوهات المسربة من هذا الاستعراض، كيف كانوا ينشدون وكيف كانوا يقولون بأن الولاء لخامنئي، نعم نعم خامنئي، وما نعم نعم سليماني، وما إلى ذلك. إذن نحن نتكلم عن حشد حقيقة يأتمر بإمرة إيران ويدين بالولاء إلى إيران، فكيف ننظر إلى هذا الاستعراض؟ هذا الاستعراض يحمل كثير من الرسائل، هذه رسائل داخلية وقسم من عدها خارجية، ورأينا اليوم التصعيد الذي جرى على الحدود العراقية السورية. أستاذ عبد الله سلمان، مرحبا بك مرة أخرى. عندما يتحدث الكاظمي ويقول سنفرض هيبة الدولة في المنطقة، والكثير من يعني تصريحاته عن حصر أو ضرورة حصر السلاح بيد الدولة أو القضاء على السلاح المنفلت، ولكن هو يحضر استعراضا عسكريا لميليشيات هي خارج إطار القانون وهددته شخصيا بقطع أذنيه، يعني كيف تقرأ هذا الأمر في إطار المعطيات؟ معطيات المشهد السياسي العراقي، الميليشيات استطاعت بذكاء حقيقة إيجاد هيئة الحشد، واعتبرته هو الغطاء الإداري والقانوني لأنشطتها، وإحنا نعرف أنه هي هيئة الحشد مجرد وضع إداري لتوزيع الرواتب وأخذ المستحقات المالية من الخزينة المركزية العراقية إلى فصائل الحشد وليس إلى الحشد، لأن فصائل الحشد تأتمر وفق ارتباطاتها وتوجهاتها ومصالحها، فهي الحشد مجرد هو الغطاء القانوني العراقي. لذلك لما يتكلم أحد عن الفصائل يقولون نحن حشد، لما ترجع إلى رئاسة الحكومة وتسألهم يقول لك نعم الحشد ضمن أجهزة الأمنية العراقية المصرحة قانونيا. فهنا إشكالية قانونية كبيرة موجودة في العراق، اللي هي أن الحشد اللي ضمنه هي الفصائل الميليشياوية تتحكم بالقرار السياسي العراقي من خلال وجودها القانوني. أما الكاظمي وموقفه في السلاح المنفلت، هو يصرح بطريقة التواء الكلمات، لأنه يعتبر الميليشيات كلها ضمن الحشد، والسلاح هو لمجموعة عصابات 4-5 عندهم كم سلاح خارج، هذا هو السلاح المنفلت. أما الميليشيات بمجملها اللي منضوية تحت الحشد، فهو يعتبرها الكاظمي نفسه يعتبرها قانونية، بدليل أنه لما حضر قال هذول أبنائنا وهذول ضمن إطار الدولة، وبالتأكيد هذا في أذنه اليمنى سمع الهتافات لخامنئي، وفي أذنه اليسرى سمع تهديد قادة الميليشيات، ومن ضمنها تصريح قيس الخزعلي الذي صرح علنا قال إن الحشد هو القوة العسكرية المسلحة الوحيدة الشرعية في العراق. هذا بمعنى ألغى كافة القوى السياسية العسكرية المسلحة الأخرى في العراق، بمعنى أن الحشد هو العمود الفقري لكل القوات العراقية المسلحة الرسمية باعتراف الكاظمي لوجوده على منصة الحشد، منصة الاستعراض. ووجوده هو كان محاولة لحفظ ماء وجهه ليس أكثر، لأنهم الاستعراض قائم بدونه أو بحضوره، وحضوره كقائد للقوات المسلحة حسب تعبيره، وأن الحشد ضمن إطار هذه القوة. فالحشد يعتبر في النظر القانوني العراقي وحسب تصريحات المسؤولين العراقيين مؤسسة رسمية، فإما أن يعلنوا أن هذا الحشد ليس رسمي ويفككوا الميليشيات وفقا لهيئة قانونية معينة تحدد
ما هي الميليشيات ودورها وكيفية التزامها بقرارات قائد القوات المسلحة اللي هو الكاظمي، أو تتبع تصريحات مسربة قريبا جدا من النجف تقول أن نحن أفتينا، لم نفتي بالحشد، إنما أفتينا فقط للتطوع في الأجهزة الأمنية. هذا التصريح من النجف سبب إشكالية كبيرة لهم حتى للحشد، فلذلك هم أصروا على هذا الاستعراض. وقد يكون، وحسب تسريبات قد تكون دقيقة، أنه سيصدر فتوى تصريح رسمي من النجف بهذا، نحن لم نفتي بتأسيس الحشد حتى يستطيع أي حكومة أخرى باستثناء طبعا الكاظمي أن تأتي لإلغاء الحشد، وإحنا أفتينا فقط للتطوع فقط بالأجهزة الأمنية العراقية. هذا ما دفع بعض الفصائل في التابعة للعتبات والمرجعية انسحبت، وكذلك انسحب جماعة الصدر. ابقى معي أستاذ عبد الله. أستاذ حاتم، حضور الكاظمي للاستعراض يكشف عن تناقض في سياساته إزاء الميليشيات، وكما هو معلوم ومؤكد أن الكاظمي هو مرشح الأحزاب، ما الذي يجعله يناقض تصريحاته؟ لماذا لا يكون واضحا منذ البداية؟ نعم، أنا سبق وأن أشرت بأنه الكاظمي يحاول أن يلعب على مسألة التوازنات السياسية ما بين الكتل والأحزاب السياسية، وما بين الولايات المتحدة الأمريكية من جهة، وما بين إيران من جهة أخرى، وما بين ميليشيات الحشد الشعبي في الداخل. ولكن حضوره للاستعراض هو حاول أن يضفي الشرعية على هذه القوات التي نزعت شرعيتها في الفترة الماضية نتيجة الجرائم التي ارتكبت، سواء كانت في المناطق السنية عندما تم استعادتها، أو في المناطق الجنوبية عندما خرج الحراك الشعبي الذي نادى بخروج النفوذ الإيراني، وتم حرق الكثير من المقرات التابعة لهذه الميليشيات. وبالتالي نحن أمام إشكالية حقيقية بحضور الكاظمي لهذا الاستعراض، لأنه فيه إهانة كبيرة جدا، أولا للقوات الأمنية والقوات المسلحة العراقية، فيه إهانة لشخص الكاظمي نفسه الذي طوقت هذه القوات مقرات الحكومة قبل أيام نتيجة التصعيد على ضوء اعتقال شخصية كبيرة في الحشد الشعبي اللي هو قاسم مصلح. أضف إلى هذا بأنه قاموا بوضع صورتها على الأرض ووطأوها بأقدامهم، هددوا بقطع أذنه، كثير من التصرفات فيها إهانة مباشرة إلى القائد العام للقوات المسلحة، ومع هذا يأتي ويحضر ويحاول إضفاء الشرعية على هذه القوات التي استعرضت بملابس إيرانية، التي استعرضت بأسلحة إيرانية، التي استعرضت يعني حقيقة بإمكانيات وقدرات أنا أعتقد بأنه الكثير من وحدات الجيش العراقي لا تمتلك مثل هذه القدرات. وبالتالي أنا أعتقد بأنه مجيء الكاظمي إلى سدة الحكم الآن بدأ المشهد يكون يبدو واضحا بشكل كبير جدا، بأنه جاء بصفقة، هذه الصفقة تم الاتفاق فيها على مجيء الكاظمي إلى السلطة. لذلك نرى بأنه يصرح يعني نهارا جهارا بأنه لا يريد مواجهة هذه الميليشيات. عندما تقول لا أريد المواجهة ولا تقوم بمثل هذه المواجهة وتفرض هذه الميليشيات أجندتها السياسية والاقتصادية والعسكرية والقضائية والقانونية على هيبة الدولة، إذن نحن نتكلم عن هيمنة كاملة لهذا السلاح، نتكلم عن سطوة لهذه الميليشيات وعن دولة موازية لمؤسسات الدولة العراقية. هذا ما يجري الآن في العراق حقيقة. لذلك أنا أعتقد الكاظمي الآن يحاول أن يمهد لفترة رئاسية قادمة، فلذلك هو يقدم التنازلات لإيران بالربط السككي، يقدم التنازلات الآن للحشد الشعبي بتقديم الكثير من التنازلات. ويتواطأ معهم بشكل كبير جدا، لأنه لو جئنا إلى تفكيك المشهد العراقي نرى بأنه حشد المرجعية رفض الاشتراك في هذا الاستعراض. طيب حشد الصدر أيضا، لأن يعني نحن في العراق أمام دول متعددة حقيقة، يعني دولة يقودها الصدر بميليشيات الحشد الشعبي التابعة له اللي هي سراء السلام، وحشد آخر يتبع للمرجعية، وحشد آخر يتبع إلى إيران، وحشد عشائري سني بمجرد يعني لتأطير الصورة وتجميلها فقط، يعني لا يمتلك لا من الأسلحة ولا من الإمكانيات ولا من القدرات ما تمتلكه ميليشيات الحشد الشعبي، بحيث إلى أحد القياديين بأنه إذا تمت الحاجة إلى بعض الأسلحة يعني كيف سيكون هذا الحشد؟ ألا يجب أن يكون يسلح مثل ما تسلح بقية الحشود؟ يقول لا، إذا احتاجوا شيء سوف ندفع لهم بعض الإمكانيات المتواجدة لدينا. إذن هم لا يثقون بهذا الحشد. نحن نتكلم عن حشود متعددة، ليس هذا فقط.
فقط، وإنما نتكلم عن جهاز مكافحة الإرهاب الذي لا يرتبط لا بوزارة الدفاع ولا وزارة الداخلية. نتكلم عن قيادة قوات بغداد لا ترتبط بوزارة الدفاع ولا بوزارة الداخلية. نحن أمام يعني فوضى أمنية كبيرة جدا في العراق، أمام سطوة كبيرة لهذه الميليشيات التي أوصلت رسالة بهذا الاستعراض بأنه من يقف أمامها سوف يعرض نفسه إما إلى القتل وإما إلى الاعتقال والاغتيال على يد هذه الميليشيات، وبالتالي سوف يفرضون. يعني عندما نتكلم الآن نحن على انتخابات قادمة ومبكرة، يعني كيف ستكون هذه الانتخابات مع هذا السلاح المنفلت الموجود الآن والانتهاكات المرتكبة؟ أكيد يعني نحن نتكلم عن عملية اغتيالات مستمرة لحد هذه اللحظة بقادة الحراك الشعبي، وهناك يعني وعيد وهناك يعني إشكالات كبيرة جدا في المناطق الجنوبية. يعني الآن بدأت الناس تخشى لأنه الدولة غير قادرة على حمايتهم، والحشد وميليشيات الحشد الغادرة تقوم بالقتل في فضح النهار وأمام الأجهزة الأمنية، ولا أحد يستطيع أن يوقف هذه الميليشيات. يعني حتى القضاء الآن أصبح متواطئ بشكل كبير جدا في مسألة إطلاق قاسم مصلح نطيب، رغم الأدلة التي قدمتها الحكومة بتواطئه بهذه الجرائم. كما هو معلوم يعني بالتزامن مع هذا الاستعراض حصلت عمليات استهداف بالطائرات المسيرة لمناطق في العراق وخاصة في أربيل، هل هذا يعني أن هناك تصاعدا أمنيا بهذا المستوى يعني من حيث ردود الفعل الأمريكية تجاه هذا الاستعراض وهذا الحيز الذي تأخذه الميليشيات في العراق؟ نعم، مسألة التصعيد ضد الولايات المتحدة الأمريكية هو مرتبط بقضيتين. القضية الأولى بأنه التصريحات لقادة الميليشيات بأنه المفاوضات التي تجري مع الولايات المتحدة الأمريكية في فيينا لن تفيد في مسألة عدم التصعيد مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي كان هناك تهديد واضح من قبل قيس الخزعلي وأبو آلاء الولائي بالتصعيد ضد الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية في الأسبوع الماضي البنتاغون استحصل موافقة الرئيس بايدن على إجراء ضربات لبعض الميليشيات التي تهدد مصالح الأمن القومي الأمريكي في العراق وفي المنطقة، وتمت الموافقة من قبل بايدن على إجراء مثل هذه الضربات. فالضربات الأمريكية الآن هي تعتبر ضربات دفاعية رادعة لغرض ردع هذه الميليشيات عن تنفيذ مثل هذه العمليات، علما بأنه الضربات الأمريكية السابقة رغم قوتها لم تردع هذه الميليشيات. يعني عندما قتل سليماني وقتل أبو مهدي المهندس وتم ضرب مقرات الحشد الشعبي، لم توقف هذه الضربات ميليشيات الحشد الشعبي عن تنفيذ مثل هذه العمليات باتجاه القوات الأمريكية، سواء كانت في القواعد العسكرية في قاعدة حرير أو عين الأسد أو فيكتوريا أو قاعدة بلد، إضافة إلى السفارة الأمريكية. الآن القنصلية في أربيل قبل أيام مع استعراض ترافق مع استعراض الحشد الشعبي، واليوم ردت الولايات المتحدة الأمريكية وهي رسالة واضحة بأنه إدارة بايدن لن تتساهل في مسألة تهديد مصالح الأمن القومي الأمريكي، وإذا ما استمرت هذه الميليشيات بالتصعيد فستكون هناك ضربات قوية جدا، لأنه استراتيجية بايدن العسكرية في المنطقة هي لا تختلف عن استراتيجية إدارة ترامب، ولكنه يقول بأنه القوة ستكون هي الخيار الأخير بالنسبة لإدارته في التعامل مع ملفات المنطقة. لذلك هو حاول أن يرسل رسالة. أنا أسأل سؤال، ضربوا موقعين، واحد في اثنين في سوريا وواحد في العراق، طيب ماذا تفعل الميليشيات العراقية في سوريا؟ إذا كان ميليشيات الحشد الشعبي شكلت لمواجهة تنظيم الدولة في العراق، ماذا يفعل؟ ماذا تفعل هذه الميليشيات لكي تقاتل في سوريا؟ نحن نتكلم عن مشروع إقليمي تديره إيران، وتستخدم هذه الميليشيات الموجودة في العراق بمشروع إقليمي واسع يشمل العراق وسوريا ولبنان واليمن ومناطق أخرى من الجزيرة العربية لم يصرحوا بها في الفترة الماضية. نحن نتكلم عن مشروع متكامل، لذلك التصعيد مع الولايات المتحدة الأمريكية حسب ما قال ماكنزي قائد العمليات الوسطى بأنه التهديدات الآن أصبحت مقلقة للولايات المتحدة الأمريكية ولدول الجوار العراقي، لأن هذه الطائرات هي صغيرة الحجم وتستطيع أن تطير بمستويات واطئة بعيدة عن منظومات الرادار لغرض كشفها، وبالتالي يمكنها الوصول إلى الأهداف. ورأينا إحنا كيف فشلت منظومة الباتريوت ومنظومة السيرام في مواجهة هذه الطائرات في الفترة الماضية. إذن نحن أمام رسائل تبعث بها الولايات المتحدة الأمريكية إلى مفاوضات جنيف أولاً،
وإلى هذه الميليشيات بأنه إذا ما تم التصعيد فإن الولايات المتحدة الأمريكية ستكون قادرة على ردع هذه الميليشيات خلال الفترة المقبلة. أستاذ عبد الله سلمان، الميليشيات لها انتهاكات، ارتكبت انتهاكات كبيرة وجسيمة في العراق منذ عام 2014، ولكن كيف ينظر إليها الاتحاد الأوروبي أو المجتمع الدولي أو الدول بشكل عام؟ كيف تتعامل مع دولة تحكمها سلطة الميليشيات في العراق؟ المجتمع الدولي هناك اختلاف قانوني على تعريفها، ولكن بخصوص العراق المجتمع الدولي يتمثل في ثلاث أركان أساسية، هي الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة بريطانيا والأمم المتحدة وممثليتها في بغداد التي ترأسها بلاسخارد. هذه الأضلاع الثلاثة هي تمثل المجتمع الدولي في العراق. لو جئنا إلى أمريكا وبريطانيا، قاما باحتلال العراق وإلغاء الدولة بمكوناتها، وهذا جاء عكس ما فرضت عليه مجلس الأمن الدولي بقرار بعد الاحتلال، على أن الدولة المحتلة عليها أن تلتزم بقواعد الاحتلال العالمية، وهي أنه الدولة المحتلة يجب أن تحافظ على وحدة أراضي الدولة المحتلة وعلى هويتها الوطنية وعلى مكوناتها الديمغرافية وعلى اقتصادها وعلى أمن مواطنيها. هذا المجتمع الدولي اللي نسميه، إضافة إلى شاهد الزور اللي هي الأمم المتحدة، هذه الأركان الثلاثة هي بالتحقيق متغاضية وتعرف تماما أن ما يجري للشعب العراقي بالتفصيل قد يكون أكثر مما نعرف نحن. تعرف كل الجرائم وأين السجون السرية وما جرى للشعب العراقي من ويلات وقتل على يد هذه الميليشيات وعلى يد المخابرات الأجنبية، قتل العلماء وكل ما جرى في العراق هم يعرفونه بالتفاصيل وبالأسماء، وحتى لديهم صور متكاملة واضحة عن كل قاتل خصوصا القيادات. هذه المعلومات الموجودة عندهم لا يعني هم خلقوا الفوضى، هم يقبلوا أن العراق يبقى خارج المعادلة السياسية بالفوضى، لكن يقفوا مع هذه الفوضى بحدود التأثير عليهم وعلى مصالحهم. نحن مع إشكالية المجتمع الدولي، وليس فقط مع إشكالية الميليشيات، المجتمع الدولي لا ينصف العراقيين ولا يقف معهم، لأنه يأخذ الصورة من هذه الأضلاع المتآمرة على العراق. فالإشكالية الكبرى على الشعب العراقي هي أنه الميليشيات والمجتمع الدولي، هذين الطرفين هم الذين يؤمنون بالفوضى في العراق ولا يؤمنوا باستقراره ولا يؤمنوا بأن للشعب العراقي حق العيش السعيد الرغيد نهائيا. هذه المشكلة القانونية الكبرى الذي يعاني منها العالم اليوم في العراق، من الصعب تجاوزها إذا ما جرى إسقاط العملية السياسية في العراق. إسقاطها يعتبر الحل الأوحد الوحيد للعراقيين، غير ذلك لا يمكن للمجتمع الدولي أن ينظر إلى مأساة الشعب العراقي وإلى تداخل هذا ما بين دولة داخل دولة. نحن نعرف أنه لا وجود للدولة، وإنما موجود لي مثل ما تفضل ضيفك الكريم أنه عندنا أكثر من دولة، أكثر من ميليشيا، كل ميليشيا لها قانونها وكل ميليشيا لها سجونها لها قراراتها. نعم أستاذ عبد الله، اسمح لي أن أنتقل للأستاذ حاتم. طبعا الكثير من الميليشيات عدد كبير من الفصائل، لماذا انسحبت ميليشيا مثلا السرايا وأنصار المرجعية وميليشيا الإمام علي من هذا الاستعراض؟ ما دلالات ذلك؟ هل هناك البعض يرى أن هناك انقسامات ربما داخل صفوف هذه الميليشيات رغم أنها تحاول في كل مرة إظهار قوتها على أكمل وجه؟ نعم، لا شك بأنه الانقسامات هي كبيرة وموجودة منذ زمن، يعني لأنه الميليشيات الولائية حاولت أن تسيطر على القرار العسكري داخل ميليشيات الحشد الشعبي وأن تستحوذ بالكثير من المناصب، إضافة إلى أن تدخلهم في المجال السياسي
أغضب الكثير من القيادات الأخرى التي تنتمي إلى مرجعية السيستاني مثلا. يعني لذلك عندما نقول بأنه انسحاب فصائل المرجعية وانسحاب الصدر من الاستعراض هو يعطي قوة بالنسبة للكاظمي لو كان يريد الوقوف على الحياد بأنه لن نحضر استعراض ولن أسمح بإجراء هذا الاستعراض ما لم يتم توحيد رؤية الحشد الشعبي باعتباره جزء من القيادة العامة للقوات المسلحة التي يسيطر عليها هو. ولكن المشكلة بأن هذه الميليشيات تعمل فوق القانون وتعمل فوق القائد العام للقوات المسلحة ولا تأتمر بإمرة أحد، لذلك أجبرته على الحضور إلى هذا الاستعراض وكذلك استبعدت هذه الفصائل عن الحضور بالنسبة للاستعراض الذي جرى في منطقة ديالة. أضف إلى هذا بأن حتى منطقة ديالة يعني الاستعراض في هذا المعسكر الذي كان هو لمجاهدي خلق الجهة المعارضة للنظام الإيراني في الفترة السابقة هو يعطي دلالة واضحة على أن هذا المعسكر الذي كانت فيه قوة معارضة لإيران أصبح الآن تحت سطوة وسيطرة ميليشيات تابعة لإيران وهي تستعرض الآن بالسلاح الإيراني في هذا المعسكر. حضور الكاظمي إلى هذا الاستعراض هو خيانة لدماء الأبرياء من الشعب العراقي، خيانة لجميع الذين قتلوا في الفترة الماضية بسلاح هذه الميليشيات، هذا السلاح المنفلت. أضف إلى هذا بأنه عندما يتكلم الكاظمي الآن ويقول يعني حتى بالحضور الذي جرى في مسألة القمة العربية التي جرت في العراق، أنت غير قادر على أن تسيطر على ميليشيات موجودة تحت سلطة القائد العام للقوات المسلحة، كيف لك يمكن أن تقوم بتطوير علاقات اقتصادية وسياسية وعسكرية وأمنية مع دول عربية وأنت غير قادر على السيطرة على الداخل العراقي، غير قادر على أن تقدم شيء للعراق أو للمواطن العراقي على المستوى الداخل؟ الناس تقتل بسلاح منفلت في وضح النهار والحكومة تقف عاجزة عن محاسبة أحد، قيادات بالحشد الشعبي تصرح وترسم السياسة الخارجية للبلد ولا تستطيع محاسبة أحد أو لا تستطيع حتى استدعاء أحد لغرض المناقشة والمحاسبة بهذا الاتجاه. طيب كيف ستبني الدولة؟ كيف ستعيد الإمكانيات والقدرات العراقية؟ كيف ستحاسب المفسدين؟ كيف ستواجه السلاح المنفلت؟ كيف ستعالج مشكلة التعليم عندما أخرج العراق الآن من التصنيف العالمي للتعليم؟ كيف ستقوم بإدارة البلد وإدارة انتخابات مبكرة على هذا الوضع العراقي؟ نحن أمام إشكالية كبيرة جدا. الكاظمي يحاول أن يلعب على بعض التوازنات التي يراها هو بالنسبة إليه بأنه ذكاء وأن هذه لا يستطيع أحد أن يقوم بها غيره، ولكنها أصبحت الآن مكشوفة للداخل العراقي وللطبقة السياسية الموجودة. الطبقة السياسية هذه هي جزء من المشكلة وليس جزء من الحل، حتى وإن كانت هناك انتخابات لن يكون هناك إصلاح في العراق طالما هذه الطبقة السياسية تتصدر المشهد السياسي، لأنه أساس الفساد فساد البلد هو وجود هذه الطبقة السياسية. لذلك لن يكون هناك تغيير على مستوى الانتخابات القادمة في المشهد العراقي طالما بقيت الأمور على ما هي عليه، نفس القوانين نفس الأحزاب، بل إنه السلاح المنفرد الآن أصبح أكثر سطوة وأكثر قوة من الفترة الماضية. إيران أصبحت تتدخل بشكل كبير جدا في المشهد العراقي ورأينا زيارات قاآني إلى العراق وكيف يتكلمون عنه. نحن أمام إشكالية حقيقية في العراق لأنه الدولة ضعيفة والحكومة عاجزة عن مواجهة هذه الميليشيات، لذلك حتى الأجهزة الأمنية الآن عندما ترى التنازلات التي يقدمها الكاظمي لن يقدم أي جهاز على الوقوف بوجه هذه الميليشيات في أي مفصل من مفاصل الدولة في الفترة المقبلة. أستاذ عبد الله، يعني من الرسائل التي بعثت بها ميليشيا الحشد من خلال هذا الاستعراض أنها موجودة وبقوة، كما هو معلوم أن هناك تظاهرات ضد نظام المحاصصة في العراق وضد الميليشيات وضد الانتهاكات التي ترتكب وضد عمليات استنزاف ثروات العراق. ترى هذا الاستعراض هل يعني يقوي الميليشيات بشكل أكبر على مطالبات المتظاهرين بتغيير نظام المحاصصة وبالقضاء على الفساد وبالقضاء على سطوة الميليشيات؟ الميليشيات من أهدافها الأساسية التي أسست لأجلها هو تغيير التوجهات الفكرية والعقائدية للشعب العراقي وبكل الوسائل في السياسة الناعمة وفي السياسة الخشنة ووفق تعريف تشرشل للإرهاب، وكل مجموعة تمتلك أدوات الضغط وتفرض إرادتها على الشعب هي تعتبر منظمات إرهابية. هذا التعريف البسيط الواضح تعتبر كل الميليشيات بكل العالم
بهذه الأسلوب هي قوة إرهابية. فهذه القوى بغض النظر عن وجودها بشكل رسمي تحت يعني تحت راية الحشد القانوني بالنسبة للدولة، هي بالاستعراض قالت ان احنا نتمكن بقدراتنا التسليحية عالية وخلفنا دولة كبرى لديها أسلحة رائعة وقوية وضخمة ومستعدين أن نمتلك هذه الأسلحة ونحن أقوى من هذه المؤسسات الرسمية. فكل أبناء الشعب العراقي الآخرين هم اللي يجب أن يكونوا خاضعين، فبالتأكيد هم يمتلكون القوة لهذه، وخلال اختلال التوازن ما بين ثوار تشرين أو الشعب العراقي بشكل عام وبين الميليشيات واضح لضعف وهزالة أجهزة الحكومة الرسمية المعلنة، يعني فتعتبر ضعيفة جدا والميليشيات تكون قوية والميليشيات هي المسيطرة. وجاء الاستعراض هو يعني علامة أخرى لها بقوتها، وبالتأكيد سيضيف لها قوة أخرى معنوية، وكان على الكاظمي وغيره أن منع مثل هذا الاستعراض، لأنه هو الاستعراض يستهدف برسالته الداخلية، يستهدف الشعب العراقي بالأساس، ويستهدف كل القوى المناهضة للوجود الإيراني، ويستهدف كل قوى ثورة تشرين، أنه نحن الذين لا أحد يستطيع تجاوزنا بكل الوسائل، نحن أصحاب القوة وأنتم ما عليكم إلا الخضوع لإرادتنا واعتبارات أمة الحشد وغيرها من هذه التسميات. التسميات تعني بالتأكيد أنه نحن القوة الأولى ونحن القادة، والقادم الغريب اللي سيأتي هو تحويل العراق رسميا إلى دولة ميليشيات رسمية، ومتوقع أنه لا تحدث انتخابات، وإن حدثت فستكون بيد الميليشيات بالشكل المطلق بهذه المستوى. نعم. أستاذ حاتم، عندما يشير قيس الخزعلي في رسالته إلى من وصفهم أمة وجماهير الحشد، كما هو معلوم التظاهرات التي خرجت في العراق كلها كانت تطالب بالحقوق وكانت تطالب بإسقاط نظام الفساد في العراق، ترى يعني هذا الاستعراض هل هو يعني رسالة مفادها أننا موجودين، أننا موجودون، وأن هذه التظاهرات التي خرجت تم إخمالها بالقوة، وأن السلاح الذي أنتم تطالبون بإخراج إيران وإخراج النفوذ الإيراني من العراق، حتى سلاح الميليشيات هو سلاح إيراني، معدات عسكرية إيرانية، طائرات مسيرة إيرانية، هل هذا تحدي للثوار والمتظاهرين الذين نادوا بإسقاط نظام المحاصصة؟ نعم أكيد، يعني الاستعراض الذي جرى في محافظة ديالى أعطى رسائل واضحة بأنه السلاح الذي استعرضت فيه الميليشيات في غالبه هو سلاح إيراني، وقسم من عنده روسي وقسم من عندها معدات أمريكية استطاعوا الحصول عليها في الفترة الماضية، وبالتالي الرسائل كانت واضحة بأن نحن هناك دولة كبيرة جدا تدعم هذا التوجه، لأن الصراع الآن في العراق هو ليس صراع محلي، الآن الصراع في العراق هو صراع إقليمي دولي يعني حقيقة، وأصبح الصراع صراع رباعي الآن، يعني هناك حراك شعبي منتفض على الطبقة السياسية التي جاء بها الاحتلال ووضعها في سدة الحكم في العراق بالاتفاق مع إيران طوال الفترة الماضية، وهناك شعب انتفض على هذه الطبقة، هناك ميليشيات لديها إشكالات مع الحكومة وإشكالات مع شركائها في الطائفة الواحدة ضمن حشد السيستاني أو حشد التابع إلى الصدر، هناك إشكال آخر مع الحكومة أيضا، لأنه الحكومة لا تريد لهذا السلاح أن يكون فوق سلطة الدولة حسب التصريحات التي يصرح بها المسؤولين، ولكن عندما نأتي إلى أرض الواقع نرى بأن التواطؤ كبير جدا ما بين السلطتين، لأن الكاظمي من جاءت به للسلطة هي هذه الميليشيات، وهناك صراع آخر مع الولايات المتحدة الأمريكية لأنهم يريدون خروج الولايات المتحدة الأمريكية لكي ينفذوا النموذج اليمني أو النموذج الأفغاني بخروج القوات الأمريكية وسيطرة هذه الميليشيات بشكل كامل على المشهد العراقي. لذلك نحن نتكلم حقيقة عن تواطؤ كامل حتى في المؤسسات الأممية، ورأينا كيف وجه
أخو إيهاب الوزني الاتهامات إلى ممثلة الأمم المتحدة بصورة مباشرة. صحيح. قال أنك ترتشين وتأخذين الأموال من هذه الميليشيات وتصمتين على كثير من الجرائم التي نفذت في العراق، وبالتالي إذا لم تقدمي يعني حقيقة توضيحات واضحة للأمم المتحدة وتحاسبون من يقف وراء هذه الجرائم، إذن أنتم متواطئون في هذه الجرائم التي تنفذ، وهذا ما يقوله الشارع العراقي. لذلك أنا أرى بأنه التصعيد في العراق يأخذ أبعاد متعددة، أبعاد محلية وأبعاد إقليمية وأبعاد دولية، وبالتالي ما استعرض به الحشد الشعبي في أديالة هو نستطيع أن نقول نتاج للتدخل الخارجي في العراق طوال الفترة الماضية، وهو انقلاب على الدستور الذي جاءت به الولايات المتحدة الأمريكية وعلى العملية السياسية، لأنهم لا يأتمرون لا بقانون ولا بدستور. شكرا جزيلا أستاذ حاتم الفلاحي الباحث بوحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية رسام ضيفي في الاستوديو، وشكرا جزيلا لكم أستاذ عبد الله سلمان الكاتب والباحث السياسي، كنت معي عبر سكايب من كوبنهاغن. شكرا لكم، والشكر موصول أيضا للأستاذ أحمد الجميلي الصحفي العراقي كان معنا عبر الهاتف من بغداد. في الختام تقبلوا مني أطيب تحية وفي أمان الله.